السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على موضوع إنتاج القمح في ولاية خنشلة. من تعرف شركة كوسيدار، لأن حيث أن شركة كوسيدار استثمرت أماكن كبيرة، مساحات كبيرة في ولاية خنشلة، وهذه المساحات تتكون من 19 ألف هكتار في القمح الصلب، و12 ألف هكتار في القمح اللين، و1500 هكتار في الشاعير، بما مجموعه 33 ألف هكتار التي زرعتها شركة كوسيدار. ولازم نذكر بلي هذه الزراعة هي كلها أراضي فلاحية جديدة تم استصلاحها من طرف شركة كوسيدار، وهذا أمر يعني إيجابي كتير، حيث أن الفلاحة في ميدان إنتاج الحبوب بدأت تأخذ أبعاد يعني إنتاجية صناعية، يعني الميدان هذا نتاع الفلاحة بدا يتسير بطريقة عصرية فيها إطارات ومهندسين ووسائل جد متطورة في استصلاح واستغلال المساحات الزراعية، حيث أن حتى المرشات كل هذه المستصلحات الزراعية يتم الري تاعها بالرش المحوري، حيث أنها استغلت فيها ما لا يقل عن 500 آلة نتاع ري محوري. ونشاهد دوك نشاهد الآلات نتاع الري المحوري هنا، نعرفوهم على كل حال. إذن 500 آلة نتاع رش محوري، و الإنتاج وصل غير في ولاية خنشلة إلى 350، حوالي 350 مليون دولار قيمة إنتاجية نتاع القمح بجميع أنواعه في هذه السنة، وباستعمال حصادات جزائرية، الحصادة النوع سامبو والجرارات كذلك جزائرية، كلها مركبة في الجزائر في ولاية سيدي بلعباس. إذن إن شاء الله فيها خير. وللعلم كذلك شركة كوسيدار راهي دارت استثمارات في كثير من في عدة ولايات من القطر الوطني، واستصلحت أراضي وكلها، يعني هذا هو الشيء المفيد، أن كوسيدار لم تستعمل الأراضي المزروعة اللي كان يعني اللي كانت من قبل التقليدية، بل استثمرت أراضي جديدة وجلبت مواد يعني موارد كبيرة في يعني لا ميز ان فالور نتاع هذه الأراضي، وهذا هو الشيء الإيجابي. اترككم مع الصور، والسلام عليكم.